حنا يا رانا طالبين بالتغيير، جاي راه جاي رمضان غادي نصوموا بهم نعيدوا بهم عادي نورمال كاع حتى يخرجوا. قراراتنا هي تنحية الباءات والانتقال إلى حكومة انتقالية بوجوه توافقية بوجوه وطنية، هذه هي المطلب تاعنا ويعني نزع الباءات. وهاد الوزراء الذين يستفزون الشعب الجزائري بزيارتهم المتكررة لكي يثبتوا شرعيتهم، الشعب الجزائري كله على كلمة واحدة أنه لا يؤمن بكم ولا يؤمن بشرعيتكم. أتم بالله على السلطة بلي ما نجملاش، لاخاطش الجمعة جاية لو كان نعاود نموت ونصكي تاني نموت. حبينا نقول لهم بلي بزاف الشعب عيا منكم، أموركم كلها واضحة، باينين بلي خيان البلاد بلادنا، نطلبوا منكم تبعدوا. لا، شعب ولاية سعيد راه يتمشى في حراك سلمي، حنا نطالبوا من القايد صالح باه يقوم بالواجب تاعه، يحاسبهم كاع ما عدا بوتفليقه اللي راه مريض، يحاسبهم كاع. والله شكرا لقناه البلاد راه واقفه معنا من اللي بدا الحراك، قناه البلاد شكرا راها مشكوره 100% راها واقفه معنا من اللي بدا الحراك.